اثنين. مستر بين رجل أضحك الناس بدون أن يتكلم. شارلي شابلن نفس الكلام. هنشوفهم كتير الفترة الجاية دي لأنهم لهم علاقة وثيقة بالطب. وكانوا طبعا هو هنا بيبين إزاي المريض مزعج جدا على كرسي الأسنان. المريض مزعج كمان في تصرفاته مع أسنانه. الحياة ناس مزعجة في تصرفاتها مع أسنانه. يعني في مشاكل كتيرة بتدمر الأسنان الناس بتعملها. يعني مثلا أكل التلج. ناس كتير قوي بتاكل تلج. يروح ماسك كده واحنا داخلين على فصل الصيف يروح جايب حته تلج كده عمال يقعد يجرش فيها كده. طب دي بتبوظ السنان. بتكسر السنان. كمان ان حد يلعب رياضه عنيفه من غير ملاكمه مش عارف ايه بيلعب. الرياضه العنيفه دي تشمل كمان التنس. يعني التنس يعتبر من الرياضات العنيفه. الاسكواش من اعنف الرياضات من غير ما يحط وقي اسنان. طب ما اسنانك ممكن تتكسر بسهوله. واحد بيتحرك كده في السله مش عارف ايه لازم يبقى فيه وقي اسنان. برضو الرضع قبل النوم. رضع طفل قبل النوم بيضر بالاسنان جدا. ثقب اللسان. في مصر قليل الحاجات دي. في اوروبا كتيره لكن في مصر بدات تزيد. ثقب اللسان ثقب الشفايف. انا شايف ان الحاجات دي في منتهى الخطوره. يعني ده راي الشخص طبعا العلمي لانه الفيروس سي و الاخير والانفكشن هيزيد جدا معدلاته. لكن كمان الاسنان بتنضر لما تلتصق القطع المعدنيه المسكوب بها اللسان او الشفايف حلق اللي هو قرط الشفايف ده بالاسنان. يقعد يعمل فيها الريتيشن عنيف جدا. كمان أرس الاستحلاب. أرس الاستحلاب في منتهى الخطورة. والناس اللي بتاخدها من غير موعي ده في منتهى الخطورة. كمان المياه الغازية. ناس كتير فاكرة ان المياه الغازية حاجة سهلة. ده المياه الغازية بتضر الأسنان بشكل كبير جدا. الحاجة بقى الخطيرة انك تستخدم سنانك في فتح العلب. يا باشا سنانك هي للأكل. سنانك مش فتاحة علب. مش فتاحة اي حاجة. في ناس على طول شغالة هات يا عم افتح بسنانه. ده غلط جدا شديد الخطأ. مشروبات الرياضية في منتهى الخطورة. برضو من الحاجات المهمة جدا او الخطيرة جدا مطغى اقلام الرصاص. ده ممكن يدمر الاسنان بشكل كبير جدا. في الاخر شكل سنانك مش هيبقى حلو. في الاخر هتحتاج تجميل. وهو ده موضوعنا النهاردة. متى نحتاج تجميل اسنان؟ هل تجميل الأسنان مقصور على المشاهير؟ هل كلمة ابتسامة هوليود أو شكل هوليود أو شكل النجوم كلمة واقعية ولا لازم كل الناس يبقى أسنانها حلوة؟ ده كلام مهم جدا لازم النهاردة نفهمه. وهنعيش النهاردة حلقة شديدة الأهمية بعد اللي أنا قلت لكم ده. اوعى حد يقعد بقى يفتح حاجات بسنانه ويحط الرصاص في بقه. قلم الرصاص في بقه ده في كبار بيبقى قاعدين طول اليوم وشايفين عبقرية. ماشي يا عم العبقري تعال شوف العبقرية دي تدفع ثمنها ايه بس هنصلحها لك. تعال نشوف كلام مهم جدا في عالم تجميل الاسنان في حلقة شديدة الأهمية. عنوانها هل التجميل مقصور للمشاهير ولا لازم كل الناس تعمله؟ ها ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم الاسنان بيسعدني جدا حواره العلمي المتقن للغاية العلمي للغاية الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها دايما في حد بيشغلها وبالذات في نقطة الديزاين. افكار الناس عن الزراعة ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنة انك هتحط 12 زرعة. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عضل. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان علميا مفيش حاجة اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى 95%.
الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيفي العزيز الدكتور كريم إبراهيم، أهلا بك دكتور كريم. أهلا وحشني والله. الله يخليك. حلقة النهاردة مثيرة جدا وعنوانها التجميل، صح كده؟ والزراعة داخلة معنا كمان طبعا. لكن خلينا نبدأ حواري الأول معاك بسؤال كلاسيكي علمي، ما هو طب الأسنان التجميلي؟ هو الكوزماتيك دينتستري، يعني كلمة ابتدت تبقى درجة الفترة الأخيرة. كوزماتيك دينتستري هو التجميل، أو أنك إزاي تقدر تريستور الأسنان أو تعوض الأسنان اللي موجودة بشكل كويس، أو بسمايل ديزاين كويس، أو برسمة كويسة تليق على شكل المريض. ابتدى هوليوود أكترز في أمريكا وابتدوا يعملوها، وابتدت الناس كلها وكل الدول تبتدي تقلدهم. وبعدين حصل ديفكت فترة من الزمن ان التجميل بقى بيتعمل شكله سيء جدا جدا جدا، الى ان الفتره الحاليه بنحاول نرجع تاني فكره السمايل ديزاين او رسمه الابتسامه وازاي ان هي تتعمل مظبوطه على فم المريض. طب الاسنان التجميلي ده اختصاص صح؟ هو يعني مفيش جامعه فيها اختصاص اسمه تجميل، يعني مفيش جامعه بتدي ده، بس هي وذن اقسام كتير. يعني الريستوراتيف او تعويض الاسنان لازم بيدرس لك بقى او بيشرح لك السمايل ديزاين، رسمه الابتسامه وازاي تتعامل كويس. اللي بيدرس علاج لثه بيفهمه ازاي علاج اللثه يتناسق عشان يعمل سمايل ديزاين. فهو ريسنتلي بقى برانش، يعني ريسنتلي بقت الناس بتدرسه لوحده وياخدوا البروجرامز بتاعته لوحده ويدرسوه لوحده. لكن لحد دلوقتي ما فيش جامعه في العالم، يعني من الجامعات المحترمه، عملت قسم سميته كوزماتيك دينتستري او تجميل الاسنان. لكن هو ويذن كل برانش بقى بارت مهم في البرانش ده. يعني اي حد بيدرس اي حاجه في طب الاسنان بقى ياخد معاها تاثير ده على السمايل ديزاين او تصميم الابتسامه. ريسنتلي بقت احنا الفتره دي بقينا نحاول ندرسها، يعني انا بقيت بسافر كل فتره عشان اشوف الكورسز والحاجات اللي بتتعمل على فكره السمايل ديزاين بس، رسمه الابتسامه بس. فبقى علم كبير ومحتاج يدرس كتير، ومحتاج كل يوم نبقى في ابديت جديد. يعني اللثه هذا الكائن المظلوم، ناس كتير ما تعرفش ان اللثه اساس التجميل او مهمه جدا في التجميل، بس هل لابد ان كل حاله تجميليه اروح للثه الاول؟ انا شايف ان قسم البيريو او علاج اللثه بقى قسم مهم قوي، وبالذات ان احنا كنا في مصر بنغفله. يعني احنا في انجلترا اللثه او شكل الجم او الجنجفا زي ما بيقولوا حاجة بتبان في شكل الابتسامة بتاعتك، فبالتالي هو عنصر مؤثر جدا في السمايل ديزاين او رسمة الابتسامة اللي انت هتعملها. في مصر كان بنغفل، يعني اخصائيين بتوع علاج اللثة هنا كانوا بيبقوا مظلومين بشكل كبير. راجل خلص الكلية بتاعته وعمل ماجستير وعمل دكتوراه في علاج اللثة، وتلاقي اماكن كتير جدا مش مدياله قدره، مش مدياله اهميته. في ضمن يعني انا عندي 2 متخصصين لعلاج اللثه ما فيش حاله ما بتعديش عليهم، يعني انا من وجهه نظري ما فيش حاله اقدر اقول ان انا عملت لها دراسه كامله وعملت لها فول ماوث رهاب ورجعتها الوضع اللي انا عايزه الا لما لازم تعدي على علاج اللثه. مش شرط كل حاله يعني يشتغلها، يعني مش شرط كل حاله يشارك فيها، بس هيز اوبينيون از فيري امبورتنت، يعني رايه مهم جدا. هيز كونسلتيشن از فيري امبورتنت. برضه نفس القصه في التقويم، ما هو انا التقويم مش كل حاله بيدخل معايا في فريق العمل عندي مش لازم كل حاله يشترك فيها، بس كل حاله لازم اخد رايه. His consultant is very important. فعلاج اللثه انت وانت بتضحك اللثه بتاعتك بتبان، فبالتالي هي عامل اساسي جدا في رسمه الابتسامه. بس اذا كان يعني في اماكن بتعمل الابتسامه من غير ما تشوف شكل الاسنان فهيشوفوا شكل اللثه، فبالتالي لو انت راجل عايز تهتم بكل تفصيله صغيره علاج اللثه من اهم الحاجات اللي يا اما تبقى انت دارسها كويس قوي يا اما يبقى عندك فيها سبيشالست بيشاركك الراي بالنسبه للخطط العلاجيه. ليه في اول كلامنا حسيت ان انت ناظر الى تطور علم التجميل والابتسامه نظره فيها كثير من الانتقادات؟ وده يخليني اقول لك يعني انت شايف تعريف الابتسامه الجميله ايه المفروض تكون دلوقتي ايه طالما في ديفكت حصل في الفتره السابقه؟ يس. يعني انا الفتره اللي فاتت ابتديت احس في الجلف اريز بالذات، يعني مناطق شبه الجزيره العربيه والدول العربيه ومصر، ان الناس ابتدت تعاني بقى. يعني كان الاول فرحانين بفكره ان احنا نعمل هوليوود سمايل، ابتدوا يعملوها بشكل سيء جدا لدرجه ان انا ابتديت في مصر
اقعد مع ناس يقولوا لي ان الفن او شكل الافلام بتاعتنا او المسلسلات بتاعتنا بقت ما بتاخدش رانك بسبب ان كل الاسنان الممثلين اللي عاملين اسنانهم فيها كلها شكلها مش جيد. يعني انا كنت بتكلم مع واحد متخصص بالصدفه في النقطه دي، فقال لي الافلام المصريه الفتره الاخيره والمسلسلات المصريه الفتره الاخيره بقى من اكتر الانتقادات اللي بتتوجه لها بره فكره شكل الاسنان والاماكن اللي عملوا فيها اسنانهم والشكل اللي مش مظبوط للاسنان، اعتمدوا على اللون بس فبقى الشكل فعلا سخيف. فاحنا عايزين نوضح، وانا يعني بقى بيجي لي فنانات كتير بتعاني من ده وبنحاول نغير ده ونعدل الوضع، والتعديل بيبقى اصعب من ان احنا نشتغل من البدايه. ففكره ان الفنانه، خد بالك المغنيه ما تفرقش قوي، لان المغنيه في الاخر انت بتسمع صوت، لكن الممثله انت بتشوف رياكشن وبتشوف شكل، فلو اسنانها مش معموله جيده او لو كلوزات كتير بالظبط بقى وتعبيرات وش و و و فلما يكون السمايل ديزاين او رسمه الابتسامه بتاعتها مش معموله على اساس علمي، ما هو اساس العلمي ده يعني ايه؟ ان وشها اتدرس والسمايل اناليسيس بتاعتها اتدرست واتشافت ازاي بتضحك وازاي بتكشر و و و وابتدينا نرسم الابتسامه وشكل الاسنان على القصه دي. لكن فكره ان احنا نرصص اسنان بيضه جنب بعض بقى شيء مؤسف في علم سمايل ديزاين او تصميم الابتسامه. فانا شايف ان التجميل لازم يتدرس. لو انت لسه مش دارس ادرسه، يعني هو علم ممتع جدا لدكتور الاسنان، ولو حد لسه ما عندوش الداتا الكافيه لو ابتدى يدرسها ويشتغلها. انا عندي طلبه بقوا يظهروا لي مواهب غير طبيعيه يعني، فهو علم مفتوح للناس، ابدا ادرس. لكن ابتسامات من غير علم ومن غير تحليل بنشوف بقى اشكال صعبه جدا وابتسامات سيئه جدا بتحزنني جدا كل ما بشوفها. طب الفينير الناس بقت يعني تطالب بيه او تطلبه زي ما بيقول عمال على بطال. يس. وبقى مظلوم في الحته دي، لانه ممكن قوي حد يقول لحد هنفذ لك الفينير وهو ما ينفعش لوش فينير. عشان كده سؤالك برضو اللي انا عايز اساله لك، امتى نلجا للفينير؟ الفينير انا شايف ان هو يستخدم في كل الحالات، يعني اي حاله اقدر استخدم لها فينير الا في حاله ان هو خرج وذن الرينج اللي الفينير تقدر تعدله. يعني الفينير دي برضه يا جماعه عشان تبقوا فاهمينها هي حاجه رفيعه جدا وحاجه سحر يعني ماجيك. هي ممكن تقفل لك فراغات ما بين اسنانك، ممكن تقدر تجمل لك السمايل ديزاين، او زي ما هنشوف في حالاتنا ازاي بنعمل رسمه الابتسامه بالفينير. لكن في حاله خروج الاسنان بشكل كبير اللي هو بيسموه البروتروجن او خروج الاسنان للجزء الخارجي، الفينير هتزود ده. فبالتالي احنا ساعتها بنلجأ للكراونز او التقويم، يعني يا اما هنعمل تحضير في السنه ونغطيها بشكل كامل بكراون، او هندخل في التقويم الاول قبل ما نعمل الفينير. فبالتالي الفينير حل سحري مستخدم كتير جدا. انا شايف ان مفيش مريض مش محتاج يبقى شكل اسنانه كويسه. انا شايف ان كل يوم بتبص فيه في المرايه هو يوم وحش لو اسنانك شكلها مش جيد، هو يوم جيد عليك ويبقى خير عليك لو شكلك ومش الاسنان بس، يعني جسم البني ادم كله قدام المرايه يبقى شكله كويس. دي حاجه عظيمه بالنسبه لنا. واحنا بنطبق فلسفه التجميل دي على الحالات، هنبدا باول حاله ونطبق فيها الكلام اللي احنا قلناه. يس. اللي هو برضو النقطه المهمه قوي، ان التجميل ليس لون، صح كده؟ لا، التجميل مش لون خالص. بالعكس، يعني التجميل فيه 100 برانش، وزي ما قلت انا بدرس يعني 54 نقطه في وش المريض، نقطة منهم اللون، يعني نقطة ضمن 54 نقطة أنا بشتغل عليهم. فبالتالي التجميل مش لون خالص. إحنا لو شفنا أول حالة معانا هنكتشف إن المريض في الحالة دي أسنانه أو الشكل الأولاني شكل يخض شوية، يعني المريض لما هتيجي تبص له من بره كده وأنت لسه بتبدأ تاخد أول صورة ليه شكل يخض شوية. ابتديت أقول لهم وده البروتوكول بقى اللي إحنا متعارفين عليه، خلاص خش الاستوديو ابتدي صور أسنانك، ابتدي صوروه الفيديوهات بتاعته. لو حضرتك شفت الصوره الريتراكتد دي هتشوف ان القصه بالنسبه لاول شخص بيصور لا احنا داخلين على شغل كتير، او في سمايل اناليسز او تحليل للشغل ده هيتم. ابتديت الصوره دي تجيلي عن طريق بعد ما الاستوديو دخل عندي في الكلينيك، ابتدى يتصور الصور بتاعته، خد حوالي 21 صوره، خد 3 4 فيديوهات و و و ابتدينا نعمل الاشعاعات بتاعتنا، ابتدوا يجيبوا لي صوره صوره وابتديت احللها. واحنا هنا جايين دايما بنحب الناس تحضر معانا مرحله التحليل، هنعمل ازاي اناليسز للشخصيه دي عشان نقدر نظهر لها ابتسامه جيده. دي اول صوره يا دكتور ايمن، ابتديت انا امسك الماركر بتاعي واعلمها عشان الناس تتخيل ايه الصعوبات اللي ممكن دكتور الاسنان يواجهها في حاله زي دي. لو بصينا على السنتين اللي في الوسط اللي هم بنسميهم التو سنترز، الجزء اللي هو
قريب من اللثه اللي بيسموه السيرفايكال اريا متاكل تماما، يعني ما يغركش ان السنه شكلها كامل كده. احنا بمجرد ما هننظف التسوس في السنه دي هتبدا السنه دي تبقى متهالكه بشكل كبير، متاكله بشكل كبير. فيبقى اول حاجه بقول لها الدكاتره اللي عندي، خدوا بالكم ما تتخدعوش بالشكل، السنه دي لما هيتشال منها التسوس هتبان متاكله ومتهالكه. ادرسوا لي الصبغات او الستينز اللي على الاسنان دي، وشوفوا لي الستينز دي هل مأثره على التكوين الداخلي للسنه ولا هي حاجات خارجيه بس. كويس قوي الزوم اللي اتعمل ده عشان الناس تشوف معانا اكتر. طيب تاني نقطه، ودي نقطه مهمه قوي، مستوى اللثه بتاع السنتين اللي في الوسط، وانا معلم عليهم بسهمين فوق، هل هو اعلى من السنتين اللي جنبيهم ولا اوطى ولا موازي ليهم؟ لو شفنا ان في سنه موازيه للسنه اللي جنبيها والسنه الثانيه اعلى سنه، فقررت ان احنا لا هندخل دكتور علاج اللثه عشان يبدا يعللنا مستوى اللثه هنا شويه، لازم السنتين اللي في الوسط يبقى مستوى الجنجيفال بروفايل بتاعهم اعلى شويه. طب تعالوا نخش في القصه الاكبر شويه، السنتين الصغيرين اللي جنبيهم، لا هنرجع يا جماعه تاني للصوره اللي قبل، لسه السنتين الصغيرين اللي جنبيهم هم متأكلين تماما. طيب يبقى احنا عايزين ديسيجن من مين؟ من دكتور علاج الجذور، وهنعمل اشعه مقطعيه نشوف السنتين دول ريستوربل، يعني احنا هنقدر نعالجهم، هنقدر نبني عليهم يعني، ولا هنستغنى عنهم ونستخدم زرعتين مكانهم. ما هو التفكير او احنا بندرس الحاله بيبقى هي دي الاسئله اللي بنسالها لنفسينا. فبالتالي عرضتها على دكتوره علاج الجذور وابتديت اعمل لها اشعه مقطعيه عشان اشوف حالة العظم، والإجابة كانت مفاجأة غريبة جدا إن هم ريستوربل، هنقدر نشتغل بيهم، المريض ده مش محتاج إن احنا نزرعه. يعني لو سألتني في الرأي كنت أقول لك لا، من النظرة الأولى هيقول لا نخلعهم أحسن يا جماعة، دول سيئين جدا ويخذلونا بعد كده. فهي دي برضه يا دكتور أيمن بنأكد عليها وجود متخصصين، أنت القرار بتاخده دايما من متخصص. طيب معلش هنرجع تاني للصورة اللي قبليه، هي تفاصيلها كتير شوية فهنتكلم فيها أكتر. شايفين الخط اللي تحت يا جماعه اللي انا رسمه ده؟ الخط ده دكتور ايمن مايل مش خط ستريت، فبالتالي احنا هنفهم ان السنتين اللي في الوسط الانسايز الايدجز او المستوى بتاعهم مايل، نازلين يشربوا من البحر شويه زي ما احنا شايفين، فدي نقط مهمه. طيب نخش على الصوره اللي بعديها، هنكمل دراستنا للحاله وهنبدا نشوف مستوى النبات اللي هم الكاناينز، الضروس اللي بيسموها الاي توث، هنلاقي ان في واحد اعلى من واحد، يعني الخط اللي انا رسمه ده برضو في زاويه في ميل، في ميل بالظبط. فدي يا دكتور ايمن بقى حاجات لازم تتاخد بكلوزات وندرسها ونشتغل عليها كمبيوتر، ان مستوى النب هنا اعلى من هنا، فانا كان عندي فنانه بتعاني ان شكل اسنانها كلها عامله كده مايله نتيجه ان اللي عمل التجميل ما خدش باله ان الناحيه دي مستوى اللثه هنا عالي وهنا مستوى الاسنان واطي وجمل على الشكل ده وراح مبيض الصوره قوي، فالناس ابتدت تاخد بالها اكتر. فبتقول لي دايما شكلي كده وابتدينا نعدل ده. طيب دي نقطه ثانيه هنبدا نشتغل عليها. لو بصينا على الصوره اللي بعديها واحنا لسه في تحليل الابتسامه، وهنا نقطه خطيره يا دكتور ايمن، دلوقتي انت قررت مع المتخصصين بتوعك ان انت هتبني السنه اللي في الوسط دي عشان تستعيدها تاني. في تحت في كذا بالظبط كده، المقابل ليها هيبقى عامل ازاي؟ احنا عندنا هنا سنه معوجه اللي هي السنه اللي انا راسم ليها سحم مايل بالشكل ده، والنب معدول كويس في وضعه مستقر. فبالتالي لازم الدكتور اللي بيشتغل وبيحضر الفينير وبيجهزها هيفهم ان السنه دي مشكلته الرئيسيه، السنه اللي اتعوجت دي وخدت الكيرف ده هتعاكس السنه اللي لما هتيجي تبنيها فوق وتشتغل عليها. فدي نقطه بسميهم الريسك فاكتورز، خد بالك في خطر هنا، في لمبه حمراء نورها وانت بتعمل الابتسامه بتاعتك. طيب لو رحنا الناحيه الثانيه بنفس الفكره، لو الصوره اللي بعديها، هنلاقي ان عندنا نفس القصه بس الوضع مختلف، السنه معدوله لكن الكناين او الناب هو اللي معوج وخابط في مكان السنه اللي فوق. يبقى يا جماعه دي برضه ريسك فاكتور، ان انت لما هتيجي تشتغل وتبني السنه، هي الفكره مش ان انت يبقى عندك القدره انك تبنيها قد ما يبقى عندك البريدكتابيليتي، هتتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده، المريض هيعض ازاي، هيعمل ازاي. في الرسمتين دول اذا كان الصوره دي او الصوره اللي قبليها، ابتديت ادخل متخصصه اللي هي بتاعت الريموفبل بروتيسز اللي بتدرس عضه المريض، ابتديت اقول لها ايه الحلول اللي تقدري تعمليها لي عشان احل الازمه اللي عندي بالنسبه للاسنان اللي هتخبط في السنه الاماميه. طيب لو حضرتك خدت بالك يا دكتور ايمن واحنا بنتكلم بالنسبه للصور دي، هتلاقي ان مثلا انا ذكرت اسم يجي 7-8 متخصصين، وذكرت يجي 10 نقط في حته صغيره قد كده،
فانت متخيل ان في ناس بتعمل تحضير للاسنان دي وبتبدا تجهز الاسنان دي من غير ما يبصوا خالص. يعني هو ممكن ما يكونش خد صوره للمريض، حضر الاسنان، ابعت للمعمل، المعمل يجيب لي الحاجه وابتدي يشتغل. فاحنا هنا عايزين ناسس لعلم جديد يستفيد منه الاطباء ويستفيد منه المرضى، ان خد وقتك شويه وحلل. ادرس الحاجة. المريض بيعمل تجميل لاسنانه مره في العمر، يعني هي مره واحده في العمر اللي المفروض المريض يعملها، فاديلك اديله جزء من وقتك. انا عندي 18 دكتور مش جايبهم هباء، يعني انا دايما لما المريض يجي لي ويبقى مسافر من بلد لبلد وجاي لي ومصمم ان انا اللي اعمل له كل حاجه، فابتدي اقول له يعني هو احنا جايبين فريق العمل ده هباء؟ يعني الناس دي فعلا بتفيدني. I'm not a teacher and they are not a student. هم مش تلاميذي، دول ناس متخصصين. وي ار بارتنرز، احنا تيم واحد بنكمل بعض عشان نطلع شركة. نتيجه للمريض. بالظبط. فبالتالي ابتديت ادرس ال 54 نقطه اللي انا بشتغل عليهم، ابتدينا نعمل اناليسز للمريض ده، والمريض ده ابتدى يقول لي حاجه غريبه جدا يا دكتور ايمن. هو اول ما دخل لي ابتديت احس المريض ده اكيد مش هيقول لي بقى انا عايز تجميل وعايز شكل اسنان حلوه، لان اللي وصل اسنانه للوضع ده كان الصراحه، وخلينا اقولها صريحه، جزء من الاهمال يعني. يعني هو وعنده سكر؟ لا مفيش سكر خالص، ده شاب يعني مفتول العضلات، صحته زي الفل يعني. فابتديت اقول ان الراجل ده مهم شويه، ابتدى يقول لي لا انا عايز يا دكتور، انا جاي لك مخصوص وعايز تجميل للاسنان. وابتديت الاقيه متعاون جدا وفاهم، وابتديت احس ان هو فهم اهميه شكل الاسنان. يعني في بني ادمين بيعدي عليهم لحظات وبيعرف ان الساعه اللي في ايده او العربيه اللي راكبها ملهاش قيمه قدام شكل اسنان. فعلا يعني انا بتكلم فيها نقطه، وده اللي احنا قدمناه للناس. يعني الثقافه اللي اديناها للناس. بالظبط. هو لما شاف ابتدى يحس لا ده انا الاسنان عندي ممكن تكون اغلى من حاجات كتير انا بجيبها باسعار غاليه جدا، لا انا اهتم باسناني واهتم بشكلي، وده يمكن يبقى اهم عندي من حاجات كتير. لو شفنا فيديو للراجل ده وهو بيتكلم قبل عشان الناس تتخيل نفسيته واحساسه وهو بيتكلم مع اي شخص تاني تبان ازاي. طبعا هو بيتكلم ضامن بقه قوي. بس قصدي تخيل حضرتك ان انت بتتناقش في موضوع مهم مع شخص بشكل الاسنان دي، دايما هتبقى انت احساسك بخوف شويه او باحساس ان انا الاسنان شكلها مقلق بالنسبه لي و و و وابتديت احس. يعني طبعا قلت له انت لو ما ضحكتش مش هبدا اعمل سمايل اناليسز، لازم تضحك عشان نبدا نشوف شكل الاسنان بيتغير ازاي. هو برضه متحكم في بقه قوي، بيحاول يقلل انه بيضحك، بس تحس انه عامل كونتراكشن او انقباض لعضلات الفم. الناس فهموا ان هم هيروحوا المركز البريطاني هيضحكوا، يعني هم فهموا ان احنا مش هنشتغل غير لما يخش استوديو التصوير ويضحك، عشان دي بدايه شغلنا وبدايه دراستنا على الحل. طيب تعالوا بقى نشوف بعد ما درسنا. طبعا احنا لما درسنا بندرس مع المتخصصين في يوم بننفذ، يعني احنا عندنا بقى جهاز السارك والكات كام سيستم والاشعه المقطعيه، نبدا نتحرك على طول ونشتغل. فاحنا الشغل ما بياخدش وقت خالص، لكن الاناليسز او التصميم بيحتاج هدوء مننا في دراسه الكيس. طب تعالوا نشوف بعد. قبل ما نشوف بعد، بس اسمع لك قبل ما نشوف بعد. احنا دلوقتي عندنا مشاكل كتير، عندنا الاثنين السنترال، السنتين الاماميتين، عندنا الاثنين اللي جنبهم اللي احنا قلنا ان هم احتمال يحصل لهم او عندنا فرصه ريستوراتيف ليهم، اعاده بناء، عندنا الناب اللي في مش نفس مستوى الناب، عندنا اللثه اللي هتبدا تتعمل، عندنا السنتين اللي تحت يا باشا غريب عليك. يعني تمام، ما سابش نقطه من اللي انا قلتهم غير لما عمل لهم ريكورد. ففعلا يعني حفظنا. بالظبط. تعال نشوف بعد بقى. تعالوا نشوف الصورة بعد. ده حاجة حلوة قوي. ده شكل الأسنان بعد. ده حاجة حلوة قوي. فالراجل بقى واحد تاني خالص. بقى بني آدم ابتسامة مشرقة. أنا لو شفت صورة لشخص زي ده أقول عليه راجل نجم سينما، أقول عليه راجل حتى ديسنت جدا، أقول عليه رجل أعمال. راجل. هي دي النقطة. طيب راجل زي الفل. هل بقى في نقطة وابتدى الناس بره يتكلموا عليها بشكل كبير قوي. هل الأسنان دي يا دكتور أيمن باينة مش طبيعية؟ لا باينه طبيعيه. يعني هل انت وانت بتبص هل لا الراجل لا لا ده شكله فيك مثلا؟ العكس، دي باينه طبيعيه جدا ولونها بالزبط. كويس بالزبط. مناسب لطبيعته وبشرته. بالظبط كده. لون هادي جدا، لكن في نفس الوقت رسمه مظبوطه، اسنان شكلها معدل بشكل كبير. ابتدينا ناخد صورنا قبل وبعد ونبحث، حتى في اسنان جوه ما عملناهاش لسه، ده احنا عملنا الجزء الامامي اللي اتعمل. والشكل انا كنت مهم جدا للراجل ده ان هو يبان ناتشرال. ليه؟ لان دايما الناس كانت بتقول ايه، انا راجل ازاي اعمل تجميل لاسناني، ده انا شكلي هيبان بقى زي الفنانات. ده شكل راجل ديسنت، واثق في نفسه، عنده قدر من الابتسامه. السمايل اناليسيس سمح لنا بده. لو شفنا صوره قبل وصوره بعد هنشوف قد ايه الفارق ما بين شخص بيضحك بالشكل ده وشخص بيضحك بالشكل ده.
فاللي هو لسه كمان في اجزاء في سنانه لما تتعمل هيبقى اجمل الداخليه اللي تحت بقى دي ريفلكتد برضو على الاثنين. ودي نقطه انا بقولها للناس ما تبدا يعني ابدا بالجزء يعني ابدا باللي تقدر تعمله بالظبط كده. هي دي البوينت يعني احنا يعني المريض لما يقدر يعيش حياته بالشكل ده غير لما يعيش حياته بالشكل القديم. فبالتالي سمايل ديزاين سمايل اناليسيس تصميم للابتسامات بتسمح للمرضى ان هم يوصلوا لاجمل نتائج. يبقى ادي اول حاجه بتثبت وجهه نظرنا ان التجميل مش اسنان بيضه. التجميل ما بيعتمدش على الاسنان البيضه. التجميل ده علم لازم يدرس ويشتغل عليه فريق عمل من المتخصصين. الفيديو اكيد بعد الفيديو بعد موجود طبعا. يعني لو شفناه وبصينا عليه بيبتسم ازاي هذا الشخص الجميل بالظبط. ولو شفنا كمان بقى فيديو قبل وبعد هنتفاجئ بكميه الرياكشنز المختلفه ما بين الاثنين. في رياكشن الابتسامه ورياكشن الردود ورياكشن الكلام ورياكشن البوز. كل الفيديوهات دي هتسمح لنا نشوف قد ايه الفارق ما بين مريض بيتكلم بالاسنان دي ومريض بيتكلم بالاسنان دي. هنا طبعا في الناحيه اليمين خلي بالكوا هو بيتكلم دايما ضامن بقه دايما ضامن وعايز يتكلم يقفل. هنا في الناحيه الشمال فاتح بيتكلم عادي جدا بتلقائيه بيضحك زي ما هو عايز بيكمل الضحكه. طبعا ضحكه الشاب الناحيه اليمين دي ضحكه راجل كبير في السن عجوز قوي بالظبط. يعني ده تحليل بقى مش محترفين يعني. انا متخيل ان لو واحد بيبص على الفيديو بتاع اللي قبل بس هيديله مثلا 50 60 سنه يعني سن كبير يعني. طبعا هنا ده شاب بيتكلم وهو فعلا سنه كان شباب يعني عشرينات يعني. فبالتالي دايما تصميم الابتسامات عندنا بيفرق جدا ازاي تدي للمريض شكل متناسق وفي نفس الوقت تدرسه كويس وتنفذ العلم اللي احنا سافرنا وتعلمنا بيه. ضيف العزيز دكتور كريم ابراهيم كالعاده مبدع. الله يخليك خليكوا دايما مع دكتور.